الله عليك يا ميشو، انا سامع ان شيكو مدريد في الحجز، انت حبسته؟ حبسه ايه؟ حبسه دي قليله، ده عمل فيه حته مقلب حلزوني طلع من نافوخه. احسن احسن، علشان يعرف ان فاطين وراه رجاله. امبارح عم انس راح له ورمى له رزم الفلوس في وشه، وانت النهارده يا ميشو ربنا يخليك ليا يا رب سجنته. وانت لابس البدله دي من الصبح؟ اه يا ميشو حلوه صح. ورحت بيها كمان المدرسه. ما اقولكش بقى يا ميشو، ما فيش حد شافها الا لما لازم يعلق عليها. ما هو لازم يعلق عليها. والله يا شيكو مدريد ليه حق ان يعمل فيكوا اللي هو عايزه. ايه يا ميشو انت بتقول كده ليه؟ هي مش عاجباك؟ يا عم انس شكلك مش مبسوط النهارده ليه كده؟ طب تعالى تعالى اقعد. ايه في ايه؟ خضتنا عليك. تعالى علشان بقى النهارده البدله دي عملت ايه معايا. انا مش عارف، مش عارف انت كنت مخبيها عني فين الفتره دي كلها. لا 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 كسبتك كسبت. لا لا طب انا شويه انا شويه ماشي. ايدي وجعتني ايدي وجعتني نفسي عليك. انا غلطان. يلا الدور بتاعي الدور بتاعي عشان هضربك بالجمز اللي ضربتك. مساء الخير على اجمل واحلى عروسين في الدنيا. تعالى يا ميشو تعالى. ميرسي ورد الاحلى عروسه. ميرسي يا ميشو انت تريشيك. ده انت اللي تريشيك ومنوره البيت كله. قد ايه الولد ده ذوقه بيفهم في الاتيكيت. ايوه طبعا. طيب ابو سيد انا هستاذن بقى وخدوا راحتكم على الاخر. ها كاني مش موجود. ماشي يا ميشو. منوره يا هانم. شكرا يا ميشو شكرا يا حبيب. انا معجبه بيه جدا، الولد ذوق ذوق ذوق. بيت المانيا بقى. هو بيشتغل في ايه؟ في كل حاجه، بس سفرياته كتير قوي، كل يوم في بلد شكلي. مؤكد هنعمل مع بعض بيزنس كويس قوي. ده الكلام بقى. ده الكلام الجامد. وهو هيعجبك قوي قوي يا صمورتي. ايوه هيسمع الكلام ومؤدب، ما تسمعلوش حس خالص. ده غير الحيله النيله التاني. سبحان الله، البطن اللي جابت ده جابت ده ازاي؟ هي جابت ده وراحت قلبه البطن. آه. قلبت جابت التاني. وزي ما حضرتك توقعتلي بالظبط يا عم انس. البحث خد المركز الاول الحمد لله، وانا مبسوط على الاخر. ده ايه يا عم؟ عمال انا احكي لحضرتك من الصبح وانت مش معايا خالص. انت سرحان في ايه؟ بس ما تقولش. اكيد طبعا اشجان هانم صح؟ هي عامله ايه؟ كويسه. بص بقى يا عم، احسن حاجه علشان ننهي الموضوع ده كله كده نقوم رايحين لها انا وحضرتك علشان نفتحها في موضوع الجواز، عشان بقى حضرتك تتجوزها كده زي ما هو بابا اتجوز. خلاص خلاص يا ابني ما عادش ينفع. ليه كده بس يا عم؟ ده هي حتى شكلها بتحب حضرتك قوي، وانا كمان مستريح لها على الاخر. ايه بقى اللي مش هيخليها تنفع؟ شيكو مدريد. ماله شيكو مدريد؟ ما خلاص اتحبس. ما هو هيطلع. ما يطلع يا عم، هو مش حضرتك خلاص اديت له كل فلوسه ورميتها له في وشه؟ لا انا ما اديتلوش فلوسه ولا رميتها له في وشه. أنا كدبت عليك، ده أنا كمان كتبت على نفسي إيصال أمانة بتلاتين ألف جنيه. إيه؟ إيه اللي حضرتك بتقوله ده يا عمي؟ وإيه اللي خلاك بس تعمل كده؟ كنت خايف عليك. آه، وطبعًا بعد حبسه وهيطلع ينتقم مني ومنك. أكيد. يعني سمعتي اللي بقت في العلالي النهاردة في المدرسة بسبب البدلة دي هو هيدالي لما ينشر الصور وينشر تاريخ العيلة كلها. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ده غير انه ممكن يسجنني بايصال الامانه. انا عارفه عارفه يا عمي، كلبه يعملها. وساعتها اشجان هاني ممكن تقول عليا ايه بعد ما تسجن؟ وكمان لمياء حبيبتي هتقول عليا ايه؟ انما لا لا يا عم انس، انا فدا حضرتك. انا هتسجن بدالك. وبعدين ما هو ياما ياما حضرتك يعني ضحيت علشاني. لا يا فاطين لا، انا كل اللي عملته ده عشان مستقبلك العلمي والتدريسي. خلاص يا عمي بص انا هتصرف. خلاص ان شاء الله حتى ابيع الكتب اللي في المكتب. محدش هيعرف قيمتهم، وبعدين دول هيجيبوا كام يعني؟ لا ممكن يجيبوا 2000 جنيه يا عمي لو اتكلنا على اللي هيشتريهم شويه. ممكن برضو. لا وممكن كمان نبيع الصالون ده اهو، ده يجيب له 800 جنيه. قول 1000 جنيه ان شاء الله لو هيشتريه. يبقوا كده كام؟
3000 جنيه. عايزين بقى ورقه وقلم علشان نقعد نحسبها كده على رواقه. لحظه واحده. تلاش يا عم، كل حاجه بتتحل، كل حاجه بتتحل ان شاء الله. ان شاء الله يا مسهل يا رب. 2000 جنيه الكتب، يلا خد يا حبيبي، و1000 جنيه الصالون، يبقى كده هون 3000 جنيه ان شاء الله باذن الله لو اتكلنا على اللي هيشتريهم يعني. ان شاء الله 3000 جنيه. والسفره دي تجيب لها برضو 1000 جنيه. لا 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 استنى بقى، السفره دي تجيب لها 300 جنيه بالعافيه. لا لا، ما احنا هنتك على اللي هيشتريه برضو يا عم، هجيب لها 1000 جنيه ان شاء الله. يبقى كده هون 4000 جنيه. تعالى بقى يا عمي على أوضة النوم دي ان شاء الله، احنا معانا 4000. أوضة النوم دي تجيب لها مثلا 1000 جنيه لو اتكينا على اللي هيشتريه برضو شويه. لا لا لا، أوضة النوم السرير مكسر والدولاب ظرفه متخلع، يعني دي تجيب 300 جنيه بالعافيه. يا عمي ما احنا مش هنسيب اللي هيشتريهم، احنا هنتك عليه على الاخر. طيب. يبقى كده هون 5000 جنيه ان شاء الله. ان شاء الله. كده ما فيش اي حاجه تاني؟ لا تعالى تعالى. ايه؟ ما فاضلش بقى غير امر لله، يعني ان انا ايه ابيع الكاميرات او دول يجيبوا لهم 1000 جنيه ومن غير ما نتك على حد بقى. حلو قوي قوي، يبقوا كده هون 6000 جنيه هانت، قربنا على ال 30000 جنيه. يا عمي انت عارف يا عم انس، انا لو نظري مش ضعيف كنت اتكيت على نفسي شويه وبعت النضاره. نضاره ايه بس يا ابني؟ مفيش فايده، سعد زغلول قال مفيش فايده. لا في فايده ان شاء الله يا عمي، وبعدين انا وانت ملناش ذنب في اللي بيحصل ده كله، انا هطلع اقول لبابا وهو يتصرف. سيد الحاوي يدفع 30000 جنيه؟ مش ممكن. بيتهيأ لك يا عمي، ده بابا ده طيب خالص. بص بقى انا هطلع اكلمه دلوقتي، بس حضرتك اوعى تزعل نفسك وانا مش معاك. ها اوعى تفكر تفكير وحش كده وتعمل في نفسك حاجه. خد يا عمي. ربنا معاك. ودي وانا كمان. لا انت بتغش يا بيبي. طب ما تزعليش نفسك. لا زعلت منك. لا عشان خاطر ما تزعليش. لا زعلت والله. طب بصي خدي الولد ده هديه مني ليك. ربنا يخليك ليا. بس ما تزعليش. بابا 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 ايه؟ من فضلك كنت عايزك لوحدك يعني مشوار كده. ايه قلة الذوق دي؟ مفيش مساء الخير يا طنط؟ وبعدين ايه لون البدله دي؟ انت سقطت برطمان موسترد ولا شوربه عدس؟ وبعدين ايه كم المربعات اللي فيها ده؟ انت سرقت مفرش السفره؟ حضرتك انا ما بكلمكش انتي، انا بكلم بابا حبيبي، والبدله دي بقى بتاعت عمي وحلوه وعجباني وهلبسها كل دقيقه. حضرتك مالك؟ وبعدين لو سمحت بقى دلوقتي انا زهقان، فلو سمحت بقى. لو سمحت انت، ما حدش يزهق في البيت ده هنا غيري انا. ليه بقى ان شاء الله؟ حضرتك واخده توكيل الزهق واحنا ما نعرفش. شايف قله الادب؟ شايف قله الذوق؟ شايف عاجبك؟ لا طبعا مش عاجبني. امال ايه في ايه انت؟ خلاص مفيش احترام، لازم امد ايدي. حضرتك بتبص على ايه دلوقتي؟ حضرتك اب وبيضرب ابنه، انت مالك؟ قال ان شاء الله حتى يموتني. قال لا ايه ده بتبصي على ايه دي؟ طب اخرس بقى اخرس. بتبصي تاني حضرتك؟ هو بقى يموتني يضربني يعمل اي حاجه؟ موتني يا بابا اضربني. لا مش هضربك. انت عاوز ايه؟ كنت محتاج من حضرتك 30000 جنيه سلف. سلف؟ سيد مشيني من هنا، البيت ده ما فيهوش اكسجين، لازم تمشيني من هنا فورا. ليه بس يا حبيبتي؟ ما كنا حلوين وزي الفل. عموما انا هخليه يعتذرلك ويبوس على دماغك كمان. يلا روح اعتذر له. لا شفت؟ شفت؟ قلة ادب والاوفر كمان مش عايز يعتذر. انا لازم امشي من هنا، مش قادر، انا وصلت للحظة الاختناق. مشيني يا سيد. يا ريت يبقى احسن. عارف لو ما اعتذرتلهاش هعمل فيك ايه؟ مش حبايتك في البيت ده، ومش كتبك اللي انت فرحان بيها قوي دي هخش اطوحلك بالشباك. لا كله الا كتب. يبقى تعتذر لها. حاضر اعتذر. ما شاء الله صوتك طلع اهو. علي هات صوتك عليا. علي انا اسف. خش بوز دماغك. قالوا لك على دي انها دماغي؟ ما انا اسف انا اسف. انا اذنت لك تبوس راسي؟ خلاص ما انا اسف. اتفضل. بنفس اكتر وادب اكتر. حاضر. استنى هبدا ازهق. امشي يلا بقى. هوا امشي امشي قبل ما تزهق. مش قلت لك هزهق؟ خلاص يا بابا هتقف تزهقها. حاضر يا بابا. خلاص يا عم ايه ده؟ ايه الغلب ده يا ربي؟ خلاص بابا هتديني بقى 30000 جنيه بعدين نتكلم بعدين نتكلم. طيب تصبح على خير. خلاص خلاص ارحمني. خش نام بقى وتخمد على طول. مش عاوز سيطه. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. حاضر منك لله.
خلاص قست قلب بابا عليا. ايوه قست قلبي عليك، نكد عليا بقى بشهر العسل. ما حضرتك اللي نكدت عليا قدامها بقى. حسيس قوي يا اخويا. طب خلاص ما تزعلش، اسخن نام بقى. حاضر، تصبح على خير يا مرات بابا.